حسني. حسني يكون خاصي. اليوم أدينا الواجب الانتخابي مواطنين بلادنا الجزائر وبلادنا اللي هي تحتوينا وتحيا الجزائر، ونتمنوا الشعب الجزائري كل يخرج ينتخب، هذا واجب وطني. لازم نكونوا كل يد واحدة، بلادنا راهي ما كانش كيفها، بلادنا راهي نوارة، وتحيا بلادنا وتحيا المرأة. الحمد لله انتخبت وانتخبت على بلادي، وتحيا بلادي وربي ينصر بلادي. انتخبت وان شاء الله ربي بلادنا، ان شاء الله لهنا لبلادنا. جيت في الوقت اللي يكون شوي مبكر باش ننتخبوا الرئيس الانسب ان شاء الله للبلاد، ويعني نطلبوا من كاع يعني كل تقريبا السكان تاع ولايه المنيعه انهم ينتخبوا، وخاصه النساء، وان شاء الله ان شاء الله يعني نطمحوا الى ان نكون رئيس انسب.